استراتيجية الأوراق المتساقطة هيتم فيها تحديد المذكر والمؤنث. هنبدأ بالطالب حمزة. اتفضل حمزة، اختر أول كلمة. اسمها إيه يا حمزة؟ اقرأ الكلمة يا حمزة. أثرون. ها، مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. أحسنت يا حمزة، حطها في سلة المذكر. برافو عليك، أحسنت، ممتاز، رائع. تميم، اتفضل اقرأ الكلمة. نحلة. أحسنت، نحلة مذكر ولا مؤنث؟ أحسنت، ممتاز، ضعها في سلتها. برافو عليك، برافو عليك تميم. خلاص حمود اقرأ. خلاص تميم، اتفضل حمود اقرأ الكلمة، امسكها. مذكر ولا مؤنث؟ قصة. أحسنت يا حمود، تفضل حطها في سلتها. ممتاز ورائع. سلمان اقرأ. سلمان، ها، أب بن، مذكر ولا مؤنث؟ أحسنت، تفضل، رائع يا بطل. ها فارس، أحسنتم يا أبطال، رائعين. ها اقرأ يا فارس. رائع، مذكر ولا مؤنث؟ أحسنت، بطل يا فارس، رائع، ممتاز. عبد الرحمن، لا حقك هو عبد الرحمن، اقرأ اللي عليه الدور هنا، اقرأ. ها ها، مذكر ولا مؤنث؟ مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث هنا عبد الرحمن، تفضل. أحسنت عبد الرحمن. ريان اقرأ. ريان، طبيبة، مذكر ولا مؤنث؟ أحسنت، تفضل، رائع يا ريان. اقرأ سوي. لي مو، اسمها ايه؟ ها اسمها ايه؟ اقرأ حلو حمزة. ها معلمو، معلمو، مذكر ولا مؤنث يا صهيب؟ مذكر. مذكر، ضعها يا صهيب في السلة. أحسنتم يا أبطال، أحسنتم، ممتازين ورائعين. مسافة كبيرة لنفسكم، مسافة كبيرة. شكرا يا أبطال، شكرا شكرا.